حياكم الله متابعي المربع نت من جديد. اختبارات حوادث السيارات لاختبار سلامتها. نسمع كثير ان هذه السيارة حصلت على 5 نجوم وهذه 4 نجوم وهذه 3 نجوم. اليوم بنتعرف على تفاصيل اهم الاختبارات اللي بتعطينا هذه النتائج واللي تخسر فيها شركات السيارات هذه السيارات عشان تختبر سلامتها وتطويرها بشكل افضل للمستخدم النهائي. الاختبار الاول هو التداخل الامامي المعتدل، وهذا الاختبار تتحرك فيه السيارة بسرعة 60 كيلومتر بالساعة باتجاه حاجز ألمنيوم ارتفاعه 60 سنتيمتر، وهذا لمحاكاة قوة التصادم بين سيارتين منطلقتين بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. الاختبار الثاني هو التداخل الأمامي الصغير، وهو نفس الاختبار الأول لكن هذه المرة بيحاكي الاصطدام جسم ثابت زي الشجرة أو عمود إنارة. السيارة تندفع في هذا الاختبار بسرعة 60 كيلومتر بالساعة باتجاه حاجز طوله 1.5 متر. الاختبار الثالث هو الاختبار التصادم الجانبي. طبعا ربع وفيات الحوادث سنويا تكون بسبب حوادث الاصطدام الجانبي، الله يحفظ الجميع. وفي هذا الاختبار تندفع كتلة وزنها 1.5 طن تقريبا نحو جانبية السيارة بسرعة 50 كيلومتر بالساعة، وتقوم شركات السيارات بوضع دميتين لامرأة وطفل يبلغ عمره 12 سنة داخل السيارة عشان تقيس هذه الأضرار اللي بتصيبهم. الاختبار الرابع هو اختبار متانة السقف. في هذا الاختبار تندفع لوحة معدنية لجانب السقف السيارة بسرعة بطيئة وثابتة، ويتم قياس ما يسمى بنسبة القوة إلى الوزن قبل ما تتحطم السيارة بشكل كامل. يعني مثلا إذا قاس الاختبار نسبة القوة إلى الوزن بتساوي 4، فهذا معناه أن السقف يحتاج لقوة 4 أمثال وزن السيارة عشان يتحطم بشكل كامل. الاختبار الخامس هو اختبار مساند الرأس. طبعا هذا يتطلب تطوير في مساند رأس آمنة في الحوادث القياسية وأبعاد معينة، وفي هذا الاختبار يتم قياس هذه الأبعاد بدقة، وهذا من خلال تحريك مقعد متحرك تجلس عليه دمية مع فرملة مفاجئة واصطدام مفاجئ عشان يعرفون أثرها على رأس ورقبة السائق. وفي النهاية هذه شوية من الاختبارات الكثيرة اللي تقوم فيها شركات السيارات عشان تختبر سلامتها لجميع الركاب. شاركونا برأيكم وش الاختبارات اللي تحصلونها أهم اختبار تشوفونه على السيارة، ولو في اختبارات أخرى تعرفونها قولوا لنا عنها في التعليقات، ولا تنسون تشتركون معنا في القناة عشان يوصلك جديد أخبار وأسعار السيارات والعروض أول بأول بإذن الله. واللي يبحث أو وده يشتري سيارة جديدة أو مستعملة أو يبي يبيع سيارته، على طول حمل تطبيق مستعمل، ادخل واختر قسم السيارات وتصفح كل السيارات المعروضة، وتقدر تبحث في كل الشركات والموديلات وتشوف السيارات المعروضة بكل سهولة، وتضيف إعلانك إذا تبي تبيع سيارتك. ومتوفر التطبيق حاليا في أبل ستور وأندرويد وهواوي، حمله وتصفح كل العروض.